محمد حسب الكتب، حسب القرآن والأحاديث الصحيحة، هو الله الحقيقي في الإسلام، أي أن المسلمين يعبدون محمداً وهو الله الظاهر أمام مرأى ومسمع عيون المسلمين الأولين، عبدوه كأنهم يعبدون الله. والدليل من القرآن والكتب الصحيحة، وأيضا حين مات محمد وارتد الناس عن الدين، مما اضطر الصحابي الجليل أن يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. لماذا قال هذا الكلام أبو بكر الصديق؟ إن لم يكن المسلمون الأوائل الذين صدقوا محمد واتبعوه إن لم يكن يعبدونه، فلماذا يقول أبو بكر الصديق هذا الكلام؟ رح نبدأ أنا وأنتوا يا أخوة بحديث أنا وضعته على الشاشة، يقول محمد رسول الإسلام في حديث صحيح في أكثر من مكان ورد هذا الحديث. خليني أسرد لكم أين ورد الحديث بعد ناخد الحديث. سلام ونعمة الرب لكل الأخوة الحاضرين. ورد الحديث في در السحابة للشوكاني برواية أبو سعيد الخدري، إسناده صحيح. وورد أيضا في مجمع الزوائد عند الهيثمي برواية أبو سعيد الخدري، رجاله رجال الصحيح. وورد أيضا عند في تخريج المسند المحدث شعيب الأرناؤوطي بإسناد صحيح وأخرجه ابن حبان. وأيضا ورد، أنا بس بدي أخذ الحديث الصحيح لن أخذ الحديث الضعيف. خلينا نأخذ الحديث. ماذا يقول محمد رسول الإسلام؟ قال: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم. يعني محمد الذي لم يكن يضمن نفسه أنه سيدخل إلى الجنة أم إلى النار في القرآن، لما قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، خلينا أطلع لكم الآية، هو نفسه يقول في سورة الأحقاف الآية رقم 9: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهون بالحديث الصحيح بيجي محمد يقول: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى أو شرد على الله شراد البعير. قيل: يا رسول الله، ومن أبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. أي رسول الإسلام يقول من أطاعه يدخل الجنة، ومن عصاه يدخل النار. إذن من هو رسول الإسلام؟